أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في صدى أقلام جديد نرصد فيه أبرز ما كتبت الأقلام في الصحف العراقية والعربية، ولكن بعدها من العناوين. نشر في موقع الهيانات تسليب سائق شاحنة وسرقة مبلغ كبير منه تحت تهديد السلاح شمال بعقوبة. وفي المدى نقرأ تحت عنوان تنقلات مرشحي الانتخابات تهدد بتأجيل تسليم قوائم التحالفات. ونشر في موقع كتابات محافظات العراق الشيعية تتململ ضد أحزابها السياسية. وفي الجزيرة نت خسائر فادحة للنظام السوري أمام التحالف الدولي. ونطالع في العرب الجديد لبنان قتيل وجريحان باشتباكات في مخيم عين الحلوة. أما في القدس العربي نقرأ الرئيس الإيطالي يحذر من تصاعد نفوذ التيارات القومية المتطرفة. وأخيرا وليس آخرا نقرأ في الحياة موسكو تتجنب التصعيد مع واشنطن وتنتقد مجموعات تساند الأسد. وهنا السؤال، لماذا لا يعلن العراق حالة الطوارئ كما يحدث في ظروف الكوارث والنكبات الكبرى؟ ولماذا لا تبادر الولايات المتحدة الأمريكية والدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن بوضع العراق تحت لائحة الدول الأكثر تضرراً جراء الحرب الأهلية الطائفية والفساد المستشري في مفاصل البنية الأساسية للدولة وعدم الاكتفاء بذرائع الحرب على الإرهاب وانخفاض أسعار النفط كأسباب رئيسية للفقر؟ هكذا يتساءل كاتب حامد الجيلاني في مقالة له بصحيفة العرب الأندلسية. الحرب العالمية على الإرهاب دمرت مدن الأنبار والفلوجة وصلاح الدين ومدينة الموصل التي نعني بها الموصل القديمة التي تحولت إلى مقبرة جماعية. ما زالت فرق الدفاع المدني المحلية بإمكاناتها المحدودة عاجزة عن انتشال الجثث المتبقية، والتخمينات تذهب إلى أرقام تصل إلى 10,000 جثة مع انعدام الفرز والتشخيص في عمل الطب الجنائي نظراً لأعداد الضحايا، مع توجه بعض أفراد الميليشيات إلى ترك الجثث المتعفنة في الأزقة بحجة إهمال القتلى من تنظيم الدولة الإسلامية. هذه الحرب المتواصلة بعد الإعلان عن نهايتها تفسر لنا مأزق العراق في فقر الملايين من سكانه بعد حالة التشرد في المخيمات ومعسكرات النزوح، فهم عاطلون عن العمل ويعانون من غياب أبسط مقومات المواطن في الدول الفقيرة الموضوعة على جدول المجاعات والجفاف والكوارث الطبيعية، أي الدول التي تحتاج إلى نجدة أممية لإيصال المساعدات الغذائية والطبية. ويضيف الكاتب، كيف ينهض العراق وهو يفرق بين شهدائه؟ أين هي حقوق شهداء العراق في حربه مع إيران؟ هكذا يتساءل، كيف يتم التعامل مع أسر الشهداء في الرواتب التقاعدية وامتيازاتهم؟ ألم يطالب عدد من النواب وأعضاء فاعلون في العملية السياسية بإلغاء أبسط حقوقهم؟ وكيف أرادوا تهديم نصب الشهيد بصرحه المعماري الجميل لأنه يذكرهم بمقاومة العراقيين دون استثناء وحجم تضحياتهم للذود عن وطنهم لإيقاف المد الإيراني؟ ليس من حقنا كشعب أن نرفع الحياة على كفنا في صبح فجر ما وننتزع العراق من صندوق الموت والجوع والتشرد، أو على الأقل من صندوق جريمة انتخاب عملاء الاحتلالين. مؤتمر إعادة إعمار العراق في الكويت، يعني هل يعيد إعمار المناطق المحررة في ظل الفساد المستشري في مؤسسات الدولة؟ إذ تشهد الكويت بعد يومين مؤتمر المانحين لإعادة إعمار العراق، لكن هناك علامة استفهام حول مصير هذه الأموال كما جاء في تقرير بموقع كتابات. يقول محللون إن إعادة إعمار المناطق المحررة من سيطرة تنظيم داعش تواجه عقبات كبيرة، وإن نوايا الجهات المانحة
قد لا تترجم إلى الواقع إذا لم تتمكن بغداد من لجم الفساد وزيادة شفافية وكفاءة المؤسسات العراقية التي ستعمل مع الجهات المانحة على تنفيذ برامج إعادة الإعمار صاعد الجدل في الأوساط الاقتصادية والشعبية في العراق، مع تزايد الحديث عن برنامج واسع لإعادة إعمار العراق في ظل شعارات واسعة عن مكافحة الفساد لم تحرز أي نتائج حتى الآن، ويمكن أن تؤدي إلى تقويض فرص إعادة الإعمار. ويبدو الفساد وسوء الإدارة داخل المؤسسات الحكومية من أكبر العقبات أمام استقطاب أموال المانحين بسبب انعدام كفاءتها نتيجة للمحاصصة الحزبية والطائفية في تقاسم الوظائف العليا التي تذهب عادة لعديم الكفاءة من الحزبين المواليين للأحزاب المتنفذة. وأصبح هذا الملف محور المزايدات السياسية بين الأحزاب المتصارعة على السلطة في وقت تستعد فيه البلاد لإجراء انتخابات عامة مصيرية في 12 من مايو المقبل. الحل الأصعب لا سحري ولا فوري في العراق، بهذا العنوان استهل الكاتب نوفل محمد شامل مقالته بصحيفة البصائر العراقية. فما يجري في العراق اليوم لن يكون له حل سحري وفوري يغير الحال من سيء إلى جيد برمشة عين أو بين ليلة وضحاها أو بمارد سحري، ولا في شهر ولا سنة، ولا لنتحلى بشجاعة لنواجه الحقيقة والحقائق. حقيقة هذا هو الواقع، ونقف على الداء ونحاول وصف الدواء، ويبقى أمر الأخذ بالدواء راجع لكل عراقي حسب حبه لوطنه وانتمائه لوطنه ولتغيير حاله أو رضاه بما يجري وسكوته على الضيم والظلم. بداية لنتفق أن الحال في العراق لا يرضينا وليس بمستوى طموحاتنا كشعب يرغب في العيش الكريم والعادل في ظل توفر الأمن والخدمات والحقوق، خاصة ونحن نرى شعوبا ليس لديها ما حبان الله به من ثروات وموارد ويعيشون أفضل من عيشنا. فإن اتفقنا على ذلك ننتقل إلى النقطة التالية، وهي أن حالنا لن يتغير بمجرد النقد أو عدم الرضا على الحال أو أمنيات التغيير من الخارج. إذن لابد أن نتفق على أنه علينا أن نعمل كل حسب وسعه ومقدرته لتغيير الحال. لنقل بكل وضوح وصراحة أن الذنب واللوم يقع علينا جميعا كشعب سكت ورضي وتعود على الحال المزري، ونلقي بالمسؤولية على بعضنا البعض أو على من تسلط علينا، ونغفل أننا نحن من سلطه، فكيف سيكون الحال؟ ويضيف الكاتب أننا كعراقيين عشنا ونعيش الوضع المأساوي بكل تفاصيله، فما الذي سيخيفنا أن نجربنا التغيير في القرارات والمواقف؟ والموقف والمتسلط سيجد كل الحيل والغش، اللي هو المتسلط كما يصف الكاتب، سيجد كل الحيل والغش وإثارة الفرقة والقتل بيننا ليؤسس بقاءه في السلطة. فهل سيبقى يتآمر علينا ويستعملنا كمعدن لصناعته، أم سنصنع مستقبلنا بأيدينا بكامل قوتنا بوجوده أو بدونه؟ الولايات المتحدة الأمريكية تمر في ظل رئاسة دونالد ترامب في واحدة من أحرج حقبها السياسية، لا يعود ذلك إلى تحديات خارجية فريدة تواجهها. فالتحديات القائمة اليوم تدخل في بند الاعتيادية بالنسبة لبلد كالولايات المتحدة، حيث لا قوى عظمى أخرى توازيها كالاتحاد السوفيتي الزائل، ولا حرب عدمية تستنزفها كفيتنام، ولا تهديد حقيقيا لتفوقها عالميا على الأقل في المدى المنظور. لكن الجديد في معادلة الحراجة، هذه الذبابة أتعبتني كثيرا، في معادلة الحراجة الأمريكية الراهنة يتمثل في عامل ترامب بحسب الكاتب أسامة أبو أرشيد في مقال بموقع عربي 21. الجديد أن هذا الرجل يفاجئنا في كل يوم بالمدى الذي يمكن أن يصل إليه في العبث بمنظومة القيم والحكم الأمريكية.
الأغرب هذا الضعف البين الذي تبديه مؤسسة الحكم الأمريكية تجاه إسفافه وغرائبه، على الرغم من محاولات بعض أجزائه الجادة مدافعته. نعلم أن ترامب شخص ضحل معرفيا وسياسيا وفكريا، دع عنك استراتيجيا، كما نعلم أنه مغرم بأنموذج الزعيم القوي كالرئيس الروسي فلاديمير بوتين. أهم من ذلك، نعلم أن هذا الرجل مفلس أخلاقيا وقيميا، ولازالت أسئلة كثيرة تثار بشأن التداخل بين مهام منصبه الرسمي وأعماله الخاصة، فضلا عن التشابك بين العائلي ومؤسسة الحكم التي يقبع على رأسها. في أمريكا اليوم، البلد التي تفاخر بأنها أعرق الديمقراطيات على الأرض، ثمة رئيس يحارب حرية الإعلام ويسعى إلى التضييق عليه. يتحول ترامب بأمريكا تدريجيا إلى دولة من دول العالم الثالث من حيث منظومة الحكم عندما لا تعجبه قرارات القضاء، وهو فرع السلطة الثالث المستقل في الديمقراطية الغربية يشن هجوما عليه ويحرض على تحديه. أما السلطة الأولى المستقلة في الديمقراطيات الغربية وهي السلطة التشريعية فإنها رهينة لدى القاعدة الانتخابية المتطرفة لترامب. فالحزب الجمهوري هو حزب الرئيس، يملك الأغلبية في مجلسي النواب والشيوخ في الكونغرس الأمريكي، ومع ذلك فجلهم يتحاشى تحدي حماقات خشية أن يدفعوا ثمنا انتخابيا قادما. أما السلطة التنفيذية وعلى الرغم من بعض محاولات وكالاتها ترويض الرجل، إلا أنها تعاني تحته أيما معاناة. قبل أن يتوقف صدى التهديدات التي أطلقها وزير الدفاع الإسرائيلي إيفغدور ليبرمان حول قلقه من بناء حزب الله مصنعا للصواريخ في جنوب لبنان، أطلق الأسبوع الماضي تهديدا يحذر فيه الحكومة اللبنانية من مباشرة التنقيب عن الغاز، والسبب كما ادعاه الوزير القادم حديثا من مولدافيا، في أن البلوك يقع ضمن سيادة الكيان الصهيوني وعليه يطلب من الدولة اللبنانية التوقف عن أعمال التنقيب. هكذا جاء في مقال للكاتب سليم نصار في صحيفة الحياة اللبنانية. المهم أن الخبراء قدروا حصة لبنان من الغاز الطبيعي بأكثر من 96 تريليون قدم مكعبة، وهم يتوقعون أن تكشف الشركات المنقبة عن كمية كبيرة من النفط. ويتردد حول هذا الموضوع أن إسرائيل عازمة على سرقة هذه الكمية التي تخص لبنان، وذلك عن طريق فرض تأجيل العمل. ومن المؤكد أن تجربة قطاع غزة تعبر بوضوح عن أهداف إسرائيل وحيطتها تجاه الانفراجات الاقتصادية العربية. ففي سنة 2000 كان شركة سي 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 للتعهدات تنقب عن المياه في قطاع غزة، عندما عثرت بالصدفة على شريان غاز تعهدت باستثماره مع شركة بي بي البريطانية لصالح مواطني غزة. ولما علمت السلطات الإسرائيلية بالأمر منعت استخراج الغاز بحجة أن السلطة الفلسطينية كانت شريكة في التعاون، وأن تعاونها يخدم حماس والجهاد الإسلامي والقساميين. يبدو أن لبنان قد تجاهل عن قصد تلزيم شركات أمريكية خوفا من ابتزاز إسرائيل واحتمال ترددها في استكمال المهمة. لذلك انتقت الحكومة شركتين أوروبيتين محايدتين تهمهما عملية الانتاج، في حين كان اختيار الشركة الروسية مبنيا على توقعات سياسية كالتهديد الذي أعلنه الوزير ليبرمان. وبما أن إسرائيل معتمدة على وعود الرئيس فلاديمير بوتين في حماية أمنها من جهة سورية، فإن الحكومة اللبنانية كانت تتوقع من بوتين التصدي لتهديد إسرائيل لمنعها من عمل الشركة الروسية. لا تختلف قناعات الإسرائيليين حول مقدار ما يعانيه مليونا فلسطيني في قطاع غزة. جميعهم يرون أن الوضع هناك على حافة الهاوية، جميعهم يرون أن العلاج الوحيد لهذه الكارثة الإنسانية المتحققة بالفعل في قطاع غزة منذ السنين، والتي توشك قريبا جدا على الانفجار وانتشار شظاياها بكل الاتجاهات، يكمن في التعامل معها بلغة القوة العسكرية، بحسب الكاتب عماد شقول في مقال بصحيفة القدس العربية.
هذه العقبة الإسرائيلية قصيرة النظر والمصابة بلوثة عنصرية لم تتعلم من تجارب التاريخ ولا من تجارب تاريخها هي أيضاً، أن القوة العسكرية التي لا تستند إلى الحق والعدل وأبسط قواعد المنطق لا يمكن أن تحقق أهدافها في إخماد إصرار الشعوب والمجتمعات والجماعات التي تتعرض للظلم والقهر. هكذا اندحر الاستعمار وتحررت جميع الشعوب المستعمرة في شتى بقاع وقارات العالم، ولم يبقى في الأرض شعب يرزح تحت نير الاحتلال والاستعمار والتمييز العنصري إلا شعبنا الفلسطيني، وشعب رفض وقاوم على مدى أكثر من قرن من الزمان حتى الآن، وما زال يرفض ويقاوم حرمانه من حقوقه الطبيعية في التحرر. لا يمكن إلا أن ينال كل حقوقه الوطنية الطبيعية والسياسية مهما بلغت قوة إسرائيل العسكرية والاقتصادية وقدرتها على بناء تحالفات تساند وتحمي سياساتها العنصرية. من المفارقات اللافتة أن الأكثر اعترافا في إسرائيل بمحدودية حتى باستحالة قدرة القوة العسكرية على أن تكون بديلا عن حلول وتسوية ومعالجة لمشاكل وقضايا من هذا القبيل هم القيادات العليا في الجيش وأجهزة الأمن الإسرائيلية، لكن هذا الفهم المحصور في دوائر هذه القيادات العسكرية يصطدم مع جدار القيادة السياسية الإسرائيلية بحسب الكاتب. بعيدا عن السياسة، توصلت دراسة بريطانية حديثة إلى أن تأثير صور السيلفي أسوأ من التنمر على الأطفال باعتبارها سببا لانتشار البؤس بينهم، مشيرة إلى أن تلاميذ المدارس يتعرضون لضغوط نفسية عند رؤية صور أقرانهم على الإنترنت والتي تدفعهم إلى مقارنة أنفسهم مع تلك الصور فيما يتعلق بأجسادهم ومظاهرهم. وحلل الباحثون في جامعة برمنغهام 1300 رد فعل للمراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و 18 عاما في المدارس البريطانية لتحديد موقفهم من مواقع التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وتويتر وإنستغرام. وخلصت دراسة أنجزها الباحث الهندي تشانار ثانان بالكا ريشنان مع مارك غريفيش من جامعة نوتنغهام في بريطانيا، شملت 255 طالبا وأدرجت في المجلة الدولية للصحة العقلية والإدمان، إلا أن هناك مرض يحدث اضطرابا يحدث بالأحرى اضطرابا عقليا جديدا يدعى سيلفيتس كما نشر. وكشفت الدراسة أن الأشخاص الذين يدمنون السيلفي تتولد عندهم سلوكيات مرضية مثل البحث عن الاهتمام والقبول بالإضافة إلى الشعور بالوحدة والدونية، مشيرة إلى أن صور السيلفي ليست مرضا فهي تعبر عن الشخص وتجعله يتواصل مع الآخرين ويتفاعل مع بيئته، حيث ونبهت إلى أن الإدمان عليها بجعلها جزءا أساسيا من الحياة اليومية هو المرض بعينه. تابع ممتع مع الكاريكاتير.
إلى اللقاء.